ميداليات المركز الأول وبطل الموسم، بطل الدوري موسم 22-23 النادي الأهلي، نادي القرن، بطل السوبر المصري للكرة الطائرة، طبعا الدوري احنا بنقول سوبر ان هو هيرو يعني. نادي الأهلي في انتظار صعوده على المقصورة الرئيسية للتتويج بالميداليات الذهبية والدرع الدوري. نهلة سامح كابتن الفريق طبعا، شروق محمد او شروق فؤاد معد الفريق، دعاء الغباشي، آية الشامي، سارة أمين، لسه متابعين مع نادي الأهلي مراسم التتويج. في حاجة كابتن عمري بيقولها للفريق، منتظر حاجة. هنشوف ايه منتظرين ايه. نهلة، شروق، دعاء، آية، أبطال النادي الأهلي اللي استمروا محافظين على البطولة. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الحضور بعد انتهاء مباراة كرة اليد. طبعا كابتن محمود الخطيب معروف بيبو رئيس النادي الأهلي يسلم الميداليات للفريق. عايزه نهله تديله الميداليه، كابتن محمود يقول لا طبعا ده حقكم. خدتها دعاء الغباشي، بيسلموا الميداليات. لفته جميله من فريق نادي الاهلي، رجعت له نهله تاني مره تانيه. وادي ندى وليد، ساره امين، دعاء محمد، اعترافا بالجميل للكابتن محمود الخطيب الرئيس النادي الاهلي. زينة العليمي او زينة العالمي، ميداليات اشتبكت مع بعض. آية خالد، مستمرين مع حضراتكم في تسليم الميداليات. مي غزال، حتى انتهاء مراسم تسليم الميداليات وتسليم درع الدوري. ديانا وكارينا محترفات النادي الأهلي. الجهاز الفني للنادي الأهلي بالكامل، مجهود مشكور للجهاز الفني اللي متعودين دايما منه على البطولات. كابتن خالد العوضي داخل ارض الملعب، مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، مبروك يا كابتن خالد البطوله. كابتن حمدي الصافي وكابتن هبه عبد المنعم في الخلفيه، مدير الاداري اللواء خالد عبد المنعم، عفوا اللواء هبه عبد المنعم. مبروك للنادي الاهلي التتويج بالميداليات الذهبيه والمركز الاول والفوز ببطوله الدوري العام، البطوله رقم 39 في تاريخ بطولات النادي الاهلي للكره الطائره للسيدات.